عاجل إثيوبيا ترد على العرب بشأن الوقوف ضد سد النهضة، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد متحرش المطار بعد فيديو هز السوشيال ميديا، وبيان عاجل من شيخ الأزهر للمجتمع الدولي ضد سد النهضة. أنشر لحضراتكم التفاصيل. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل إثيوبيا ترد على العرب بشأن الوقوف ضد سد النهضة. وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيان ترفض فيه قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بدعوة مجلس الأمن الدولي للإنعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق. بيان وزارة الخارجية الإثيوبية قال إن إثيوبيا بترفض القرار كله، مشيرة إلى إن إثيوبيا تمارس حقها المشروع في استخدام مواردها المائية مع الاحترام الكامل لقوانين المياه الدولية ومبدأ عدم التسبب في ضرر كبير. البيان أضاف: تعتقد إثيوبيا اعتقادا راسخا أنه فقط من خلال التعاون والحوار يمكن تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل الذي هو مورد مشترك للدول المشاطئة للنهر. الخارجية الإثيوبية اتهمت حسب بيانها مصر والسودان في عدم إمكانية إحراز أي تقدم ذي مغزى في المفاوضات حول سد النهضة، مشيرة إن أديس أبابا وافقت على 7 من الاقتراحات 9 الواردة في مسودة البيان التي أعدتها الكونغو خلال وساطتها لحل الأزمة. البيان أكد إن ملء سد النهضة سيتم وفقا للخطة المرسومة له ووفقا لإعلان المبادئ DOB وتوصية المجموعة البحثية المكونة من خبراء من الدول الثلاثة. الخارجية قالت في بيانها إن سد النهضة هو قضية إفريقية تحتاج إلى حل إفريقي، لا يمكن حل الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان إلا من خلال التفاوض بحسن نية والتسوية بروح إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية. طبعا يعني أنا شايف يعني البيانات اللي بتطلع من إثيوبيا بيانات مضحكة للغاية. أنا الصراحة يعني بقرأ البيان وأنا بضحك، لأن من يفسد المفاوضات هي إثيوبيا ذات نفسها اللي بتقول إن مصر والسودان ما بيعملوش اي تقدم في المفاوضات. عاوز اقول لاثيوبيا: لا يا اثيوبيا، انت غلطانة، حضرتك انت اللي بتتعنتي وما بتحرزيش اي حاجة في المفاوضات، بتحرزيش اي تقدم. وجامعة العربية اعربت عن القلق الشديد تجاه ما اعلنته اثيوبيا عن نياتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في الموسم الممطر هذا العام من دون اتفاق على ملء وتشغيل السد. الدول العربية دعت إثيوبيا للتفاوض بحسن نية والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان. ووصف أبو الغيط الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. مصدر معانا كان من صحيفة سكاي نيوز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو، ويلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل لخبر آخر معانا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد متحرش المطار بعد فيديو هز السوشيال ميديا. مطار القاهرة الدولي شهد أزمة كبيرة بعدما تم إيقاف عامل قام بتصوير إحدى الراكبات القادمة من بيروت للقاهرة من الخلف. قالت شركة ميناء القاهرة الجوي في بيان لها إنها قررت إيقاف العامل، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين الماضي الموافق 14 يونيو يتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت إلى القاهرة بتعرضها للتصوير من أحد العاملين والمعروف باسم متحرش المطار بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي. أكدت شركة ميناء القاهرة الجوي أنها حريصة كل الحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، موضحة أنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب المكلف به من جميع العاملين. في سياق متصل، قالت الراكبة صاحبة الواقعة إنها أثناء عودتها من بيروت إلى مصر ووقوفها في الطابور لاستلام الشنط فوجئ بشخص ما والمعروف باسم متحرش المطار
يقوم بتصويرها من الخلف، موضحة أن أصحابها لاحظوا ذلك وطلبوا من هذا الشخص مشاهدة الصور. أضافت في فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تم استدعاء الأمن بعد الواقعة مباشرة للتحقيق في الواقعة وإلزام العامل بإزالة الصور التي التقطها. النيابة العامة قررت حبس موظف المطار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تصوير الفتيات من الخلف والتحرش بهم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وهام. بيان عاجل من شيخ الأزهر للمجتمع الدولي ضد سد النهضة. دعا شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والإفريقي لمساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهم المائية في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي. ذكر الأزهر في بيان أصدره مساء الثلاثاء أن الطيب دعا المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل والتصدي لإدعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين. الطيب شدد على أن الأديان كافة تتفق على أن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس كالأنهار هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف أن تترك هذه الموارد ملكا لفرد أو أفراد أو دولة تنفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك. شيخ الأزهر أكد أن الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكياتها ملكية جماعية مشتركة ومنع أن يستخدم فرد أو أناس أو دولة دون دول أخرى. شدد على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين إنما هو سلب لحق من حقوق الله تعالى وتصرف من المانع فيما لا يملك، وأن من يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ودوليا أن تأخذ على يديه وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض. شيخ الأزهر أعرب عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية السودانية والتحلي بلغة المفاوضات الجادة والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعية دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال، وذلك مثل الحقوق الأساسية مثل الماء هو أمر منهي عنه شرعا فضلا عن كونه مخالف للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فتح هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي. فبعض الأنهار يمر بأكثر من 5 دول، فهل يتصور أن تنفرد به أحدهم؟ المصدر معنا كان من RT، وهذا كان بيانا قويا من شيخ الأزهر حفظه الله. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة من صفحتكم مصر ميديا IEB وقناتكم على يوتيوب باسم مصر ميديا IEB أيضا. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.